الرئيس السيسي يستقبل أهالي الشهيدين الشحات شتا ومحمد أمين ويشيد ببطولتهما في الدفاع عن أمن الوطن. إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 1 مليار دولار ويشكل لجنة لحصر الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة. اتفاق في سويسرا بين أطراف الأزمة اليمنية على تشكيل لجنة عسكرية محايدة لتثبيت وقف إطلاق النار. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. تفاصيل الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه من الشرف أن يتم الالتقاء بأهالي الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن. تأكيد الرئيس جاء خلال لقائه اليوم بوالدي الشهيد مجند الشحات فتحي شتا شهيد الكتيبة 101 والذي قدم روحه فداء للوطن في 29 من يناير الماضي. كما استقبل الرئيس السيسي والدي الشهيد مجند محمد أيمن السيد شهيد الصاعقة الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في 15 من ديسمبر الجاري. اللي حيديهم الأجر مش احنا، الأجر عند ربنا، لأن ده فدى 90 مليون بني آدم يعيشوا ويتأمنوا في أمان وفي سلام. بهذه الكلمات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية والدي الشهيد مجند الشحات فتحي شتا شهيد الكتيبة 101 والذي قدم روحه فداء للوطن في 29 من يناير الماضي عندما دافع عن مخزن الذخيرة الخاص بالكتيبة وتمكن من إبعاد العناصر الإرهابية عن الموقع ليجود بروحه دفاعا عن الوطن وصونا لموقعه ولحياة زملائه. كما استقبل الرئيس السيسي والدي الشهيد مجند محمد أيمن السيد شهيد الصاعقة الذي استشهد في 15 من ديسمبر الجاري حينما افتدى 8 من زملائه باحتضانه أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولته تفجير أحد المواقع العسكرية بمدينة العريش. لازم تبقوا واثقين أن أولادكم عملوا حاجة عظيمة قوي. لا صحيح، هو مش على قد زمايله اللي في الكتيبة اللي حماهم أو موقعه اللي هو قاعد فيه، لا لا، ده محمد الشحات حمى بلد، حمى 90 مليون، وده اللي بيعملوه ولادنا، يعني ده اللي بيعملوه كل الأبطال والرجالة اللي موجودة في الجيش وكمان في الشرطة على مصر بالكامل. الموضوع مش على قد موقعه أو مكانه، لا، انت لازم تبقى عارفة ان انت كنت محمد موجود هناك والشحات موجود هناك عشان احنا كلنا نعيش. باسم الشعب المصري قدم الرئيس الشكر لأهالي الشهيدين مؤكدا أن تضحياتهما لا تقتصر على حماية موقعيهما العسكريين وإنما تمتد لتسهم في رفعة الوطن والدفاع عن شعبه وصون مقدراته. أنتم قدمتم يعني أغلى ما عندكم لبلدكم، يعني هقولك باسم كل المصريين بقول لكم شكرا، باسم كل المصريين الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله، أحسن حاجة عملوه تشرف مصر وتشرف أهلهم وهم أحسن 2 شباب وأغلى 2 شباب لمصر، وكل ده يعني علشان خاطر مصر، وكلتنا أولاد مصر ودم أولادنا فدا مصر. وقد تقرر إطلاق اسم الشهيد مجند الشحات فتحي شتا على المدرسة التجارية برأس الخليج بمركز شربين بمحافظة الدقهلية. كما تقرر إطلاق اسم الشهيد محمد أيمن السيد على مدرسة الإبراهيمية الابتدائية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك تخليدا لذكراهما العطرة وبطولتهما في الدفاع عن مصر وشعبها. على رشوان النيل. في غضون ذلك وجه الرئيس السيسي بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي
بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات. وأشار الرئيس إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات المحافظات وتوفير فرص عمل جيدة. وجاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي وطارق قبيل وزير التجارة والصناعة. وصرح سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير التجارة والصناعة قدم تقريرا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد في نيروبي، حيث أوضح أن مصر حرصت خلال المؤتمر على عرض رؤيتها في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التعاون الدولي إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري، بحيث سيكون 1.5 مليار دولار منها مليار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الإفريقي للتنمية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إنجاز مشروعات تطوير الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الستة ذات الصلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يساهم في توفير متطلبات التنمية في مصر والشرق الأوسط خلال 20 عاما القادمة، وتأهيل الموانئ المصرية لتتناسب مع الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر والذي يؤهلها لزيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بكل من أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، وهشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم أثناء الاجتماع عرض المخطط العام لتطوير وتوسعة مينائي السخنة والأدبية، وذلك في إطار خطة تطوير عدة موانئ لتتكامل مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والخطة العامة للدولة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل من رئاسة الجمهورية علاء رشوان على أهم ما جاء في اجتماعات سيادة الرئيس اليوم وكافة الملفات التي طرحت للنقاش. نعم، خلال نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التقى واجتمع في اجتماعين في غاية الأهمية. يتعلق الأول من هذين الاجتماعين باجتماع عقده مع وزير التجارة والصناعة بحضور وزراء أو وزيرة التعاون الدولية دكتورة سحر نصر ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. في هذا الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة التقرير الذي قدمته مصر إلى أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي. وفي هذا الاجتماع تقدمت مصر برؤيتها فيما يتعلق بمعالجة ما وصفه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بالاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة التي توصلت إليه المنظمة في ختام أعمال المؤتمر، والتي تؤثر بالسلب على القدرة التنافسية لدى الدول النامية في صادراتها من الغذاء أو حتى وارداتها من الغذاء الذي يشهد نقصا من بينها السلع الاستراتيجية. في هذا المؤتمر تقدم الوزير برؤية مصر حول أهمية مراعاة لاحتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء ولا سيما السلع الاستراتيجية من خلال إتاحة مرونة كافية لتبني سياسات تحقق تنمية القطاع الزراعي الذي يشهد يعني مؤثرات سلبية في بعض الدول النامية، وأيضا التقدم برؤية مصر حيال المشاركة الفاعلة ما بين الدول النامية والدول المتقدمة لتنمية هذا القطاع ومساعدة الدول النامية على عبور الفجوات الغذائية التي تعاني منها. وكما طرحت مصر رؤيتها فيما يتعلق بتأثيرات المناخ والذي عقد الشهر الماضي في باريس، أيضا تقدمت في هذا المؤتمر بعرض رؤية الدول النامية لزيادة التعاون وتفعيل التعاون الأمثل مع الدول المتقدمة سواء في مجالات النقل المناخ عفوا أو في مجالات القطاعات الغذائية. وعبرت مصر من خلال الاجتماعين عن الشواغل الإفريقية تحديدا والدول النامية في هذين الإطارين. أيضا خلال الاجتماع تعرضت الوزيرة وزيرة التعاون الدولي دكتورة سحر نصر لمجمل الاتفاقات والمنح والقروض التي حصلت عليها مصر مؤخرا. الأول كان قرض يبلغ مليار دولار من صندوق البنك الدولي كشريحة أولى يتبعها ملياران دولار في الفترة القادمة. هذا القرض يعني بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات،
فترات سداد تمتد ل 35. نعم علاء، هذا فيما يخص عدد من المشروعات وايضا عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي. ماذا عن لقاءات سياده الرئيس الخاصه اليوم باهالي الشهداء؟ نعم، في هذا اللقاء تقدم السيد الرئيس بخالص السعاده لاسر الشهيدين، شهيدي الواجب ايمن محمد السيد و ايمن عفوا محمد شفا، واللذين قدم ارواحهما فداء لزملائهما في موقعين عسكريين، الاول في مدينه العريش، وكذلك التعبير عن ان يمثل هذه التضحيه تمثل يعني صونا لمقدرات الوطن، وانهما افتدى بروحيهما يعني 90 مليون من خلال الزود عن المواقع العسكرية وأمن وسلام المواطن من خلال التصدي لبعض العناصر الإرهابية التي حاولت الهجوم على الموقعين العسكريين. وقال إن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها سواء من رجال الشرطة أو من الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد تحديات أمنية في ليس فقط في مصر أو في منطقة سيناء، وإنما أيضا امتدت هذه التأثيرات والتحديات الأمنية إلى دول مجاورة، وامتدت أيضا لدول جنوب البحر المتوسط. أشكرك علي. نعم أشكرك علاء رشوان، مراسل النيل لرئاسة الجمهورية، متابعا لنشاط سيادة الرئيس اليوم. أكد مجلس الوزراء أن التوقيع على الاتفاق الذي تم اليوم مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار يعد الشريحة الأولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار. كان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قد شهد توقيع اتفاقية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي للحصول على مبلغ 1 مليار دولار كدفعة أولى من إجمالي قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي. 1 مليار دولار قيمة الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي للحكومة المصرية من إجمالي القرض الكلي وقيمته 3 مليارات دولار، هذا ما نصت عليه الاتفاقية التي شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء. وعقب التوقيع صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن القرض يأتي استكمالا للموارد المالية للدولة. دي قروض تعتبر ميسرة جدا مع منح، فإحنا المفروض نستفيد من هذه الحزمة. يعني أنا عايزة أقول إن كان التحدي اللي بقابلنا قبل كده في فترات إن كناش حتى قادرين نقترض، وكان في هيئات كتيرة كان مفيش نوع تعاون مع مصر، فأنا سعيدة إن أنا أشوف النهاردة مجلس إدارة البنك متعاون، والبنك الأفريقي كمان متعاون، إن هم بيساندوا مصر في هذه المرحلة. كما أكد ممثل البنك الدولي أن مساندة البنك لمصر تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعم الإصلاحات. مجموعة البنك تدعم كل المجالات والإصلاحات والاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل في مصر. كما أكد ممثل البنك أيضا أن مجموعة البنك تتطلع إلى مزيد من العمل والتعاون مع الحكومة المصرية في كافة المجالات. شهادة جديدة حصلت عليها مصر من البنك الدولي تعزز الثقة في برنامج الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أتت عقب شهادة سابقة من البنك الإفريقي للتنمية، مما يعزز فرص الاستثمار في مصر. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. المزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق. دكتور فخري، يعني لو تطلعنا أكثر عن بنود الاتفاق بين مصر والبنك الدولي والثقة التي نالها الاقتصاد المصري حتى يوافق البنك على هذا الاتفاق. خليني أشير إلى أنه أي برنامج اقتصادي بتتخذه أي حكومة زي حكومة شريف في مصر هنا، بالتالي في هذه الحالة هذا البرنامج للصحة الاقتصادي يحتاج إلى تمويل. التمويل في هذه الحالة بيأتي من جانبين، الجانب الأولاني وهو يتعلق بالحزم المالية واستمرار الحزم المالية من قبل الدول الشقيقة، ويكفي أن نشير إلى أن المملكة العربية السعودية يعني أعلنت عن استمرارها في مد مصر بالحزم المالية واحتياجاتها من النفط خلال 5 سنوات القادمة. إلى جانب ذلك أيضا هناك تمويل من خلال يعني سعي وزارة التعاون الدولي
بعقد قرض مع البنك الدولي بمقدار 3 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، تصرف تباعا على مدار الثلاث سنوات مليار كل سنة. طبعا ده بيجنب، طبعا ده لن يرهق الاقتصاد المصري، لأن عضويتنا ومساهمتنا في البنك الدولي منذ سنة 1945، يعني احنا أعضاء في البنك الدولي، يعني مش مجرد نتباهى بأن احنا أعضاء، ولكن لأنه هذا البنك الدولي بيعطي للدول الأعضاء 188 دولة بما فيهم مصر يعني قروض ميسرة. هذا القرض اللي عقد بنسدده على 35 سنة، إضافة إلى أنه الخمس سنين الأولى هي فترة السماح بتدفع فيها مصر الفوائد دون أصل الدين، إلى جانب أنه سعر الفايدة ميسر للغاية في حدود وتقريبا 1.7%، ما حصلش 2%. وطبعا ده بيجنبنا أن احنا نلجأ لأسواق المال العالمية، لأن احنا لو لجأنا لأسواق الاقتراض من أسواق المال العالمية سعر الفايدة فيها ما بين 5% إلى 6%. ولذلك النهاردة عضويتنا في البنك الدولي منذ 70 عام إلى الآن نحن مستمرين في الحصول على قروض من البنك الدولي، لأن هذه القروض بتمول مشروعات البنية الأساسية بما فيها البنية التحتية. مش معقول هقول القطاع الخاص يعني يعمل لي مشروع للصرف الصحي أو مشروع للمياه أو مشروع طرق، لأن القطاع الخاص يعني وضعه يختلف، لأنه هذه المشروعات البنية الأساسية مردودها بياخد فترة يعني من الزمن، ولذلك على الدولة هي اللي بتقوم بهذه المشروعات. هذه المشروعات فيها مكون أجنبي، بمعنى آخر هناك معدات للطرق وخلافه. في هذه الحالة بتلجأ الدولة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية. صحيح، وصلت الصورة، ولكن الوقت انتهى. أشكرك دكتور فخري الفقي. أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية ممثلي وزارات الدفاع والتنمية المحلية والداخلية والبيئة والإسكان والكهرباء والآثار، تختص بحصر جميع الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة خلال 48 ساعة. وقرر رئيس الوزراء وضع آلية سريعة بشأن تخصيص الأراضي وتراخيص تشغيل تلك المنافذ اختصارا للوقت وتيسيرا على المستثمرين وتشجيعا لتنمية التجارة الداخلية. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري موسع اليوم برئاسة إسماعيل وبحضور وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية لمتابعة مشروع إقامة السلاسل التجارية وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من مجلس الوزراء مراسلنا هناك أحمد أبو الحسن. أحمد، أهم ما تم اتخاذه اليوم من قرارات من قبل رئيس الوزراء فيما يخص هذا الأمر من حصر الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. يعني هو بالفعل هذا القرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم، والخاص بمتابعة مشروع السلاسل الغذائية في مصر، هو يعني السيد رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن يكون هذا المشروع لن يقتصر فقط على القاهرة والإسكندرية، ولكن تأكيد على ذلك أنه أيضا في كافة محافظات مصر. ولكن فيما يخص الأراضي، كان هناك عرض من السيد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بأن هناك عدد 45 موقع لسلاسل تجارية كبرى بالمدن الجديدة جاهزة للطرح فورا على المستثمرين، وأقل مساحة فيها حوالي 5000 بنة للموقع الواحد، منها ثلاثة مواقع بالقاهرة الجديدة وموقعين أيضا بالشروق، وحوالي أكثر من يعني موقعين أكثر من في مدينة 15 مايو ومدينة أكتوبر والشيخ زايد. هذا ما يخص العاصمة وامتداداتها، ماذا عن محافظات الصعيد، عن سيناء؟ هناك أيضا بعض المواقع في بني سويف في محافظات الصعيد، وأيضا في هناك موقع بمحافظة سيناء، وأيضا عدد أيضا موقعين بأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، وأيضا هناك ثلاثة مواقع بمدينة بدر. عدد المواقع كما ذكرنا هو 45 موقع لهذه السلاسل التجارية.
التي عرضها السيد وزير الإسكان، وهي طارحة يعني جاهزة بالفعل يعني للطرح فورا على المستثمرين. نعم. أما فيما يتعلق أيضا بالجهة التي سوف تتولى هذه المسؤولية، هناك أكد السيد وزير رئيس الوزراء أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية هو مسؤول المتابعة اليومية، على أن يكون المحافظ هو المسؤول المختص عن عمليات التنفيذ. أيضا أن هذا يعني التيسير ليتم التيسير على المواطنين وعلى أيضا المستثمرين. أشكرك أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندي والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والتفاهم حول زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من البلدين. أكد القائد العام على عمق الروابط الراسخة التي تجمع ما بين البلدين. أكد أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين أن المجلس الحالي سيكون مختلفا عن المجالس السابقة وأن جميع النواب حريصون على مصلحة مصر قبل أي شيء. يأتي هذا في الوقت الذي أقامت الأمانة العامة للمجلس ورشة عمل للنواب الجدد. بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بعقد ورش عمل للنواب الجدد لتعريفهم على طبيعة عمل المجلس واختصاصاته وعلاقته بالمنظمات الدولية وإيضاح عملية التصويت الإلكتروني وكافة المعلومات اللازمة للمساعدة في أداء المهام البرلمانية. مهم جدا في المرحلة القادمة أن احنا نكون ملمين بكل ما يخص البرلمان وخصوصا من قبل السادة المسؤولين عن الأمانة العامة وتحديدا أمانات اللجان، على أساس أن كل نائب يبقى عارف دوره في اللجنة هيعمل إيه. وكمان تمت يقتضي أن يكون النائب على دراية بالأعمال التكنولوجية الحديثة، يتناسب ذلك مع قيمة مجلس النواب المصري وأيضا مع قيمة مصر بصفة عامة. الأعضاء الجدد قدموا عددا من المقترحات خلال حضورهم ورشة العمل في يومها الأول حول معايير اختيار أعضاء اللجان ورؤسائها، كما تطرقوا لعدد من القضايا التي ستواجههم في الفترة القادمة وكيفية التعامل معها. طلبنا أن يكون لكل متقدم لرئاسة لجنة والوكلة أن يكون سي في عنه، ان طبعا حاجة تانية لسه هنطلبها في التفصيل، ان برضو اللي هيتقدم للجنة ان المفروض يكتب لنا هو مقترحاته ايه للجنة عشان برضو نبقى عارفين اللي هننتخب رئيس للجنة ده هيكون دوره ايه. المشكلة بتواجهنا دلوقتي بوت العام في طريق مصر السويس. السيد الرئيس تفضل مشكورا، كان ادى التعليمات بانتهاج تلك الطرق والمشروعات على افتتاح محور قناة السويس الجديد، والأسف من النهاردة من هذا الافتتاح والطريق عندنا من أسوأ الأسوأ، ما فيش بطء العمل فيه، كسر الحوادث عليه، كسر الوفيات، ده طبعا ليه مردود سيء سواء على الاقتصاد ده ولا على مستوى المحافظة. احنا دورنا رقابي على أداء الحكومة وتقديم النصح والعون وتقديم الاستشارات وتقديم الحلول، ليست العبرة كلها. الجدير بالذكر أن جدول أعمال ورش العمل مستمر حتى يوم 24 من الشهر الجاري لمناقشة المزيد من أساليب العمل أسفل قبة البرلمان والاستقبال أفكار ورؤى النواب الجديدة. تعريف النواب الجدد بالأساليب التي سوف يتبعونها في إدارة الجلسات هي خطوة أولى لخطوات كثيرة تنتظرهم وملفات شائكة سوف يتعرضون لها، أبرزها إقرار عدد كبير من القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة. من مقر مجلس النواب عمرو عبد العزيز النيل. أرجعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى جلسة الغد، أرجعت نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر. كانت النيابة قد أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم إفشاء أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإفشائها إلى دولة أجنبية.
إلى الشأن اليمني، حيث أفادت مصادر مطلعة في سويسرا بأن وفدي مفاوضات السلام في اليمن اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية محايدة تكلف بمراقبة وقف إطلاق النار وفرض احترام الهدنة النظرية القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر عسكرية وقبلية أن 68 شخص قتلوا اليوم في معارك بين القوات الحكومية والمتمردين في شمال اليمن، رغم تحذير الأمم المتحدة من انتهاك وقف إطلاق النار. اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوشك على الانهيار وغياب وفد الحوثيين في اليوم الرابع من المفاوضات المباشرة دفع الأمم المتحدة إلى مد فترة المباحثات ليوم خامس على التوالي في سعي لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة في اليمن. محادثات سويسرا التي ركزت على سبل بناء الثقة واحترام الهدنة الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح ممرات آمنة في تعز شهدت انقسامات داخل وفد الحوثيين بشأن استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لتعز، ما دفع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد إلى عقد جلسات مفاوضات غير مباشرة مع كل من وفد الحكومة الشرعية ووفد الحوثيين. ورغم أن الأمم المتحدة جددت التزام الأطراف المعنية باتفاق سويسرا إلا أن وفد الحوثيين تراجع عن قراره وجدد تعنته بشأن مرجعية المباحثات لقرار مجلس الأمن الذي ينص على خروج الحوثيين من كافة المدن التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة المؤسسات الشرعية في البلاد. ومع الجهود السياسية للحد من تفاقم الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، يواصل الحوثيون انتهاكهم للقوانين الدولية مع قصف الأحياء السكنية في تعز، ما دفع المجتمع الدولي إلى التنديد باختراق وقف إطلاق النار. كما دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أطراف النزاع في اليمن إلى احترام الهدنة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين وسرعة إيجاد ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في تعز. القوات اليمنية حققت تقدم استراتيجي على الأرض في شمال اليمن وسطه، ونجحت في التوغل في محافظة صنعاء والسيطرة على محافظة الجوف القريبة من الحدود السعودية، وذلك بعد أن نجحت المقاومة الشعبية في السيطرة على مدينة الحزم الهامة بالمحافظة. التقدم العسكري للقوات اليمنية المدعوم بطائرات التحالف في محافظة الجوف على الحدود السعودية جاء ردا على الهجمات المتكررة للحوثيين على الحدود السعودية، ما دفع المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد العسيري إلى توجيه تحذير من استمرار عبثية الحوثيين بحدود المملكة، مشيرا إلى أن عدم الالتزام العسكري على الحدود قد يعصف بالمفاوضات ويدفع باتجاه العودة إلى الحسم العسكري. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل سهيل الكاتب والمحلل السياسي اليمني. دكتور نبيل، من خلال متابعتك لمباحثات جنيف، هل هناك فرصة لإيجاد حل سياسي سريع للأزمة في اليمن مع مد المحادثات لليوم الخامس وغياب الحوثيين؟ هناك ضغوط تمارس على طرفي الأزمة في اليمن من أجل إيجاد حلول سياسية والعودة مرة أخرى إلى المسار السياسي، لكن ما أريد أن أوضحه أنه لا زالت هذه الميليشيا تتمرد على كل القرارات، على كل الاتفاقات، على كل المواثيق التي وقعت معها. لا زالت لم تقدم حتى هذه اللحظة أي مبادرات كون هي تستطيع أن تمهد للبدء في تنفيذ القرار 2216 من خلال الإفراج عن المعتقلين السياسيين، الإفراج عن الإعلاميين، الإفراج عن الأسرى الذي تتعدى 2500 أسير، رفع الحصار الظالم عن محافظة تعز والسماح لدخول المعونات الإغاثية إلى المدن المحاصرة، ولكنها لا زالت حتى تبحث عن وقف إطلاق للنار، وقف غير مشروط، وهو ما يعرض مؤتمر جنيف لعدم التقدم في أي خطوة من الخطوات التي جاءوا لتنفيذها. أشكرك دكتور نبيل سهيل الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدرس حاليا عناصر قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا. وأشار شكري إلى أن قرار مجلس الأمن بأن يتم إطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية وأطياف المعارضة بصفة عامة يتسق مع ما دعت إليه مصر بضرورة تجنيب الشعب السوري الصراع المسلح، بالإضافة إلى إقصاء التنظيمات الإرهابية عن الساحة السورية. كما أوضح وزير الخارجية أن مصر تعمل على أن يكون للشعب السوري حق تقرير وصياغة مستقبله، وشدد على ضرورة تضافر كل الجهود سواء الوطنية السورية أو الدولية
إطلاق العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة. يشكل تبني مجلس الأمن وبالإجماع قرارا دوليا حول سوريا خطوة غير مسبوقة في إطار المساعي السياسية المبذولة لإنهاء النزاع المستمر منذ 5 سنوات، لكن صعوبات عملية تعترض بدء تطبيق بنود هذا الاتفاق. ومرت القوى الكبرى في مجلس الأمن ومن بينها روسيا قرارا دوليا الجمعة يدعو إلى وقف لإطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بين ممثلين عن النظام والمعارضة اعتبارا من مطلع يناير. وبإجماع قال نظيره أيد مجلس الأمن في قراره وقفا لإطلاق النار على كل الأراضي السورية، من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ فور اتخاذ ممثل الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة. ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لإرساء آلية مراقبة وتحقق من حسن تطبيق وقف إطلاق النار. ويستثني وقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما تنظيم داعش الذي تتعرض مواقعه وتحركاته في سوريا لضربات جوية تنفذها طائرات التحالف الدولي بقيادة أمريكية منذ سبتمبر 2014. وتتمسك المعارضة السورية والفصائل المقاتلة بمطلب رحيل الأسد عن السلطة وبمقررات مؤتمر جنيف 1 الذي نص أبرز بنوده على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة والقوى الدولية الداعمة لها أنه لا دور محتمل للأسد في المرحلة الانتقالية في حين تتمسك موسكو ببقاء الأسد. وفي المقابل تصر دمشق على أن نجاح أي مسار سياسي في سوريا يتطلب انخراط الحكومة السورية فيه كشريك أساسي، على حد تعبير مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الأمن. وقال الأسد إن الحرب الدائرة في بلاده يمكن أن تنتهي خلال أقل من عام بشرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور أحمد الحاج علي محلل السياسي. دكتور أحمد، كيف ترى تمسك أغلبية الدول الغربية بعدم بقاء الأسد في الحكومة الانتقالية الجديدة في خضم هذه الحلول السياسية التي تحدثوا عنها في مجلس الأمن بالأمس؟ نعم دكتور أحمد، عفوا ونعتذر عن سوء الصوت ورداءته من المصدر. نشرتنا متواصلة معكم وفيها أيضا تجدد الاشتباكات في مدينة أجدابيا بين الجيش الليبي ومسلحي مجلس شورى ثوار المدينة. ونتابع أيضا مقتل 70 مسلحا كرديا في هجمات الجيش التركي جنوب شرقي البلاد، والأكراد يتهمون أنقرة بشن عملية تطهير عرقي. مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد، أخبار المال والأعمال مع الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك يا هبة. شكرا شادي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. خلال افتتاحه لأحد السلاسل التجارية الكبرى، وزير التموين يؤكد على وجود خطة للتوسع في إقامة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة للتوسع في إقامة المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية ومنافذ الفرانشايز. جاء ذلك على هامش افتتاح حنفي لأحد السلاسل التجارية الكبرى باستثمارات هندية إماراتية تصل إلى 300 مليون جنيه بالقاهرة الجديدة لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، حيث تستهدف الشركة استثمار نحو 3 مليارات جنيه بالسوق المصري خلال عامين. افتتاح باكورة فروع احدى اكبر السلاسل التجارية الاماراتية في مصر بخلاف انه يعد شهادة قوية على قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الاجنبية، فانه يحقق اهدافا عدة اهمها توفير 10,000 فرصة عمل للشباب الى جانب توريد المنتجات المصرية لفروعه الخارجية بقيمة 150 مليون جنيه.
العديد من قيادات الجامعة والأساتذة وعدد من المسؤولين شاركوا في المؤتمر لوضع رؤى وأفكار من خلال المشاركة مع الشباب. استغلال الموارد البشرية وخاصة الشباب يأتي عن طريق تكاتف أجهزة الدولة لبحث المشكلات وإيجاد حلول لها وإعداد جيل جديد يتولى القيادة في مختلف المجالات. رمضان المطعني، النيل. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يستقبل أهالي الشهيدين الشحات شتا ومحمد أيمن ويشيد ببطولتهما في الدفاع عن أمن الوطن. إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 1 مليار دولار ويشكل لجنة لحصر الأراضي المتاحة لإقامة سلاسل تجارية كبيرة. اتفاق في سويسرا بين أطراف الأزمة اليمنية على تشكيل لجنة عسكرية محايدة لتثبيت وقف إطلاق النار. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.